السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. اليوم وحنا مازالين تنحضروا لرمضان ان شاء الله غادي ندير في هذه الحلقه سلو اللي هو السفوف اللي هو الزميطه. عنده بزاف ديال السميات على حسب المناطق المغربيه، وحنا في مدينه فاس كنقولوا له سلو. باش كنصوبوا سلو كنحتاجوا نص كيلو ديال الفرس مقلي في الفران محمر. هاد الفرس هذا كنديروه في طبسيل تدخل الفران، تنديروه مبدئيا فوق النار متحت منه وتنخليوه حتى يسخن مزيان، من بعد تنهبطوه لتحت النار تكون فوق منه وتنجلسو حداه، نبقاو تنحركو ونحمرو لان هاد الفرس هذا تتحرق دغيا بسرعه. ثانيا خطير لانه الا سخن بزاف تتشعل فيه العافيه. هذه كنصيحه الا بغينا نحمروه في الدار، هذه هي الطريقه. من الاحسن في الاحياء الشعبيه كاين عندنا الفران اللي كيديو له الناس الخبز تيحمر طحين، وهذه احسن طريقه. هي ملي نحمروه خص اللون ديالو يكون ذهبي وما يكونش ما نحمروهش ونخليوه بيض. ثانيا نص كيلو ديال الطحين محمر زائد نص كيلو ديال الزنجلان محمر، حتى هو محمر مزيان خصنا نحمروه لان هاد السلو هذا الا بغيناه يبقى لنا ما يغملش وما يفسدش الزنجلان ديالو، حتى هو تيخصو يكون محمر مزيان. كنحتاجو فيه نص كيلو ديال اللوز محمر في الزيت. انا سبق لي وفي حلقه سابقه حمرت اللوز في الحلقه ديال البسطيله ديال الدجاج. اللي بغى يشوف الطريقه كما هي يمشي لا فيديو ديال البسطيله، انا حمرته فيها غير بين قوسين كنحمروه في زيت بارده، ما كنسخنوش الزيت، غير كنشعلو عليها النار كنديرو اللوز مباشره. كنحتاج 200 غرام ديال الزبده، والزبده تكون من النوع الجيد ماشي المارغرين وماشي الزبده ديال العاديه، هاد الزبده من النوع الجيد. كنحتاج جوج معالق كبار ديال القرفه، من الاحسن القرفه نكونوا طحنينها في الدار لان المذاق ديالها تيكون مختلف الا كانت مطحونه على برا. كنحتاج جوج معالق صغار ديال النافع مطحون زائد 250 غرام ديال السكر كلاصي. اولا كناخذ الطحين كنضيف عليه النافع، كنضيف عليه القرفة، وتناخد طحانة وتنطحن فيها الزنجلان. ما نطحنوش الزنجلان كامل، نخليو القياس ديال واحد 50 غرام الزنجلان نضيفوه بلا مطحون على طحين. كنطحنو حتى كيرجع هكا، ما نطحنش بزاف وما نخليوهش صحيح. عاود خير الامور اوسطها، وكنضيفوه هنا الطحين والنافع والقرفه. من بعد كنطحنو اللوز، نطحنو حتى يرجع بحال هاد الشكل، ما خصناش نطحنوه حتى يطلق الزيت، نخليوه شويه شويه مهرمش، نضيفوه حتى هو على المكونات. ما نساوش واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، نزيدو سكر كلاصي، وتيبقى سكر كلاصي على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي كيبغي الاشياء تكون مسوسه. دائما السكر والملحه تيبقاو على حسب الذوق ديال كل واحد. كناخذوا هذا الزيت هذه اللي قلينا فيها اللوز وتنضيفوها على الخليط كله. والسر ديال هذا السلو هذا باش تيصبر
وما تيغملش ما تتبدلش الطيبه ديالو هي الزبده. الزبده تيخصنا ندوبوها فوق البوطه ونخليوها تتغلي حتى تتفقد داك الماء اللي فيها. الا بقى فيها داك الماء داك الماء هو اللي تاثر على السلو وما تيخليهش يطول ودغيا تيغمل. وملي كتقرب تفيض كنضفاو عليها البوط. كيف ما كتلاحظوا كيتبدل اللون ديالها وكتولي بور نوازيت، كنسميوها بور نوازيت، كتولي في اللون ديال لي نوازيت. تقريبا كتاخذ لنا واحد 3 ديال الدقائق باش كتفقد الماء اللي فيها. والتحت ديال الكاسرونه كتشوفوه كيف داك التخت ديالها كيف بقى. هذه هي العلامه ديال الزبده وجدات ونشفات من الماء. وهاد المكونات هادو تنخلطوهم مزيان بيدينا او بالخلاط الكهربائي الا كان عندنا، هي باش داك الطحين كيشرب جميع المكونات وكيندمج كل شيء مع بعضه. كنبقاو نخلطو حتى تيتجمع هكذا بين يدينا. انا شخصيا ما كيعجبنيش فيه الزيت بزاف، لان هذاك لي سلو اللي تنديرو فيه الزيت بزاف كيبقى يطلق الزيت مع الوقت. هاد اللي دام هذا اللي فيه هاد الزبده والزيت اللي فيه كافيا. واحسن حاجه اننا نديرو له بحال هكا ونبيتوه ليله كامله، والغد في الصباح وعاد نذوقوه تيكونوا العناصر ديالو اندمجوا مع بعضياتهم والمذاق عاد كيبان، السكر عاد كيبان. ما نذوقوهش دابا ونحكموا عليه، خصنا نبيتوه ليله كامله وعاد نحكموا على المذاق ديالو. الا بغينا الزبده نزيدوها ولا بغينا السكر نزيدوه. السلو ديالنا هو وجد. كنتمنى انكم تجربوه، تجربوا هذه الطريقه هذه. انا في انتظار التعليقات ديالكم. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو على يوتيوب وفي لاباج فيسبوك ملح حلو. وبصحه وراحه.